ضمن برنامج تدريب مدربي محافظة صنعاء، ولليوم الثاني على التوالي يواصل شباب المؤتمر الشعبي العام تلقي المهارات في مجال القيادة والمشاركة الفاعلة. تأهيل وتدريب كوادر المؤتمر الشعبي العام. يوليها المؤتمر أهمية بالغة ضمن البرنامج التدريبي لإعداد مدربي محافظة صنعاء لإشراكهم في عملية البناء والتنمية في البلاد. نحتاج إلى هذه الدورات التدريبية لتأهيل قادة ومدربين لتدريب الشباب في جميع محافظات الجمهورية. من هذا المنطلق أتينا لكي نتدرب ونتأهل وننقل كل الأفكار وكل التعليمات للميدان، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظن قيادتنا بنا إن شاء الله، وسننقل ما نتعلمه للقيادات وللقواعد في المديريات إن شاء الله. القيادة من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمامات المتخصصين والدارسين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مهاراتهم ليصبحوا فاعلين ومؤهلين للقيادة. خلال هذه الدورة سيتلقوا على مدار 6 أيام عديد من التدريب التطبيقي والنظري لإنجاز المهام القادمة، وفي مقدمتها تنفيذ التوجيهات التي سطرت في أيام الماضية والتي تم إعلانها في خطاب الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله. نتعلم المهارات والقدرات والاتجاهات التي نستفيد منها لنكون عضو فعال في المجتمع اليمني أولا، ثم ننقل الرسالة إلى مديريتنا. من كل مديريات العاصمة شاركوا في الدورة لاكتساب معارف ومهارات جديدة تمكنهم من المشاركة في عملية البناء والتنمية التي تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية للنهوض بالبلد. نتلقى هنا معلومات ومهارات بحيث ننقل هذا إلى الميدان. نكتسب الكثير من المهارات والقدرات التي تكسبنا كيف نقود يعني كوكبة أو مجموعة من الناس لقيادة أي مشروع يستطيع أن يعمله هذا الشخص. المؤتمر الشعبي العام يسعى ممثلا بالزعيم علي عبد الله صالح لتنمية قدرات ومهارات الشباب ليصبحوا فاعلين ويسهموا في خدمة وطنهم ورسم معالم المستقبل المنشود للأجيال القادمة وكسر غضرسة وصلف العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته. أكرم سران، اليمن اليوم. أكد اجتماع تنظيمي لقيادة المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 198 بمدينة